أني أول مرة بحياتي أسمع وأشوف إيش قد قرأت عن تاريخ المناضلين والمجاهدين. أول مرة أشوف مجاهدين طاقين. لك عيني، هذا شلون يجاهدون ذولا؟ ها؟ بيش يجاهد بالليلك؟ زين، شوف هذا ابن المجاهد الزاهد العابد أبو حسين الحميداوي، مسؤول كتائب حزب الله، عنده سيارتين جيكلاس حاطن بالقراج. تدرون بيش الجيكلاس؟ هذا عنده اثنين، هذا الولد الحليوي الكيوت عنده اثنين، تمام؟ وهسه يطلع لي واحد هسه يقول له شنو يعني جيكلاس؟ وشنو يعني مرسيدس؟ هي بيش؟ اي طبعا 190 ألف دولار الوحدة. تدري 190 ألف دولار كم راتب مرت شهيد؟ تدري يا مخصطلة 190 ألف دولار كم مشتمل 40 متر تشتري لعوائل تتمنى سقف؟ زين أني أسأل سؤال، إذا هو مجاهد وأبوه مجاهد وعمه مجاهد وهم مجاهدين ومقضيها بالحروب، منين جابوا هاي الفلوس؟ إيش كانوا يتاجرون؟ بيش يتاجرون؟ بالفشق؟ لو بالبوش مال الطلقات؟ كانوا يلمون طلقات ورا الشهداء؟ بيش كانوا يتاجرون؟ لك عيني فتح مخك، فتح مخك، ناصبين عليك، انت ميز، انت يلي تدافع وتقول هذول تاج راسك، راسك مسوي ميز، صاروا براسك، فتحوا معامل ومصانع بالخارج براسك، وانت مكيف وفرحان. ابن المجاهد البطل، المجاهد مدري منو، شاه